الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده لبيع العملة الأجنبية لتصل إلى 215 مليون دولار، وذلك بعد انخفاض شهدته المبيعات يوم أمس. هذا وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 12% لتصل إلى 215 مليون و620 ألف دولار أمريكي. وذهبت المشتريات البالغة 147 مليون و760 ألف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي بشكل نقدي. تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب مبكرة، إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا. ونزل خام برنت بنسبة 0.7% ليصل إلى 69 دولارا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8% ليصل إلى 66.77 دولارا للبرميل. هذا وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة أوبيك بلس الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديداً لتعافي الاقتصاد العالمي. كشفت تقارير صحفية عن محادثات متقدمة لشركة أرامكو السعودية بشأن إجراء صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار أمريكي مع شركة ريلانس أندروستريز الهندية، وفقاً لوكالة بلومبرغ الأمريكية. وتعتزم أرامكو الاستحواذ على نسبة 20% من أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة للشركة الهندية مقابل أسهم في أرامكو تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 25 مليون دولار أمريكي. ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر قالت إنها مطلعة على تفاصيل الصفقة، قولهم إن التوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الأسابيع المقبلة. قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 422% خلال تموز الماضي مقارنة مع 412% في حزيران السابق له. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن التضخم الصاعد إلى مستويات غير مسبوقة يعود إلى مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 272%، وبحسب بيان المركزي للإحصاء بلغت نسبة التضخم السنوي من دون احتساب مجموعة الأغذية والمشروبات 625% في تموز الماضي مقارنة مع 643% في الشهر السابق له. قال موقع أكسيوس إنه لن يتاح لحركة طالبان الوصول إلى أصول البنك المركزي الأفغاني في أمريكا. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إنه لن يسمح لحركة طالبان بالوصول إلى احتياطات البنك المركزي الأفغاني الموجودة في الولايات المتحدة، وذلك بعد سيطرة الحركة على كابول وسقوط الحكومة. وقال المسؤول الأمريكي إن الأغلبية العظمى من أصول البنك المركزي الأفغاني ليست موجودة حالياً في أفغانستان، مؤكداً أن أي وصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن يتم منحها لطالبان. بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، إذ أدى ارتفاع الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على التعافي الاقتصادي، ما قاد المستثمرين للذهب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1791 دولارا للأونصة بعد أن بلغ ذروته منذ السادس من شهر آب. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1793 دولارا للأونصة. ختام الموجز، إلى اللقاء.